سلامة تدبير الشخص لتجسيد هذا الاستقلال على أرض الواقع. وكما تعلم على أن الرهانات الكبرى ولا التحديات قالها السيد الرئيس هو أن الهم الوحيد هو استقلال القضاء، لأن استقلال القضاء هو ضمانة كما قلت أنا في الكلمة، ليس استقلال القاضي هو امتيازا له، بل هو ضمانة للمتقاضي في الحصول على محاكمة عادلة، وهذا أكبر تحدي يعانيه العالم، يعني القضاء في العالم. وأننا إحنا الآن في المغرب ولله الحمد إلى الشيء، الآن الدستور المتقدم ديال 2011 ارتقى من هيئة إلى سلطة مستقلة، وهذا لم تصل له بعض الدول المتقدمة الآن. وكذلك إحنا عندنا واحد مدونة تقية القضائية شهد بها العالم، حتى أن إذا دخلت لبعض الليسيت ديال بعض الدول في كندا تشهد مدونة القيم المغربية، لأنها يعني صدرها مغاربة وضعت من طرف القضاة نفسهم هم الذين وضعوا هذا، وهذا هو أكبر تحدي، وأننا نصل إلى أننا حققنا الاستقلال وحققنا شروط المحكمة العادلة وحققنا الأمن والأمان والسلم القضائي. نعم، هي ودارت استضافة ودادية الحسينية القضاة لهذا الحدث الدولي الكبير المرة الثانية. وكما تعلم أن المغرب، وكما أنا غنقول لك واحد في حديث مع السيد رئيس الاتحاد الدولي، قال لي أنا الآن أصبحت مطالب أنني نعمل اجتماعات كثيرة في المغرب. لما ألاحظه، أولا المغرب فيما يتعلق بقوانينه التنظيمية في مستوى كبير، الآن عندكم واحد استقلال فعلي لمشي لماذا، وثانيا أن بلدكم يتمتع بالسلم ويتمتع، أنا بلد مضياف. قال لي الآن، أو هذه يعني بصريح عبارة، قال لي أن دارت يعني كانوا مؤتمرات سابقة، جاء المؤتمر 2009 في مراكش نسان الجميع، وجاء المؤتمرات من بعد منه كانت شيئا ما كنقصد المستوى، كانت شيئا المستوى نازل، والآن جبتونا للمغرب عاوتاني حيثوا فينا ذوك الروح. ولكن راه حقيقة بإلحاح منهم هم الذين أوحوا لنا نديروا أن نكونوا في المغرب. لما أولا المغاربة حنا كنمتازوا بواحد الروح، أولا ديال روح ديال التعايش، روح ديال التفاهم، ولا سيما نقول أن المغاربة يدخلون لغات التحدث أو المخاطبة مع الدول العالم. نعم، ما هي أهم إشكالية استقلال القضاء اليوم؟ ما هي أهم إشكالية استقلال القضاء اليوم؟ واش المغرب أو دولية؟ أنا دولية. دولياً كتعرف كاين هناك كاين أولاً باش تكون أولاً عندك واحد الاستقلال خص تكون أولاً دولة ديمقراطية تمارس الديمقراطية. وهذا انا قلت كما قلت قبيله على اساس دستور 2011 تم الاستشهاد به من دول متقدمه في الديمقراطيه، على ان يعني دستور متقدم وارتقى من مهنه الى سلطه، وهذا بتصويت شعبي، اي بمطلب ان الشعب كله يطلب ان تكون هناك سلطه مستقله، وهذا تعاني منه دول كثيره. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.